بعدك على بالي يا قمر الحلوين يا زهر التشرين يا ذهب الغالي. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم لميا من مطبخ لميا، دي قناتي. هعمل معاكم النهارده القهوه التركي المظبوطه باذن الله، بالوش بتاعها تقيل كده زي الكافيهات بالظبط، هتبقى مظبوطه جدا. وهنعمل كمان القهوه الفرنساوي اللي باللبن، هنظبطها وان شاء الله هكتب لكم كل حاجه تحت، مقدار السكر ومقدار البن المناسب وكل حاجه. بدايه كده انا شفت الكنكه الفخار دي طالعه الايام دي، طالعه جديده يعني، وشفتها قدامي. هي سعرها مش غالي، دي انا جايباها ب 14 جنيه بالظبط. قلت اجربها معاكم واشوف. بيقال يعني ان طعم القهوه بيبقى فيها احلى، هي بتبقى فخار ف بتوصل حراره اقل، فالبن بيستوي في وقت اطول على النار، وده كويس يعني. فهجربها معاكم. ومعانا الكنكه العاديه، ومعانا الكنكه الثالثه ان شاء الله اللي هنعمل فيها القهوه اللي باللبن. ببساطة هنعمل قهوة ازاي؟ الفنجان ده زي الفنجان الصيني، نفس مقدار الفنجان الصيني اللي قدامكم. هعير كمية المية بتاعتي، وهحط بقى السكر. هقول لكم القهوة المظبوطة بتاخد معلقة سكر، والزيادة بتاخد معلقتين، والريحة بتاخد على النص، بتاخد نص معلقة سكر. فحطيت السكر اهو، وده مقدار البن بقى. بحط معلقة مليانة، معلقة شاي مليانة ونص، ده المقدار المظبوط جدا بتاع البن بتاع الفنجان الصيني اللي انتوا شايفينه دلوقتي قدامكم ده، واللي هو قد الفخار بالظبط. تمام. ساعات لو انتوا بتحبوا البن تقيل، ساعات بحبه تقيل كده، بزود ربع حاجة بسيطة قوي، بس هو المظبوط بتاعها معلقة ونص. هنقلب بقى كويس، خلي بالكوا بقى عشان الحرف بتاعها اللي عامل زي الابريق ده ساعات بيوقع الحاجه. انا بجربها اهو معاكم. ودي الكنكه العاديه، النحاس العاديه بتاعه القهوه بتاعتنا، بيبقى طعمها حلو قوي فيها. هحط بقى الميه. عايزه اقول لكم على حاجه، حتى لو الكنكه بتاعتكم اكبر من دي، هتعملوا مثلا فنجانين او كده، الميه ما تزيدش عن الحرف اللي بوريه لكم ده. كنكه كبيره صغيره ما تزيدش عن الحرف ده. هعمل دي بقى على الريحة، هحط لكم اهو، ادي نص معلقة سكر، بنقلب كده السكر الاول وبعدين نحط البن. المية ساقعة؟ لا مش هتفرق، دي من الحنفية عادي، مش ساقعة مش ضروري خالص. وادي معلقة كبيرة اهو من البن، وهحط عليها كمان نص. اعملوا القهوة كده، هتشربوا احلى فنجان قهوة مظبوط بإذن الله. هنقلبها بقى كويس قوي. هي الفكرة كلها انك تعملي قهوة صح انها تتظبط على تسويتها. هنعمل القهوة الفرنساوي اللي باللبن، هي بتبقى بلبن ما بيتحط لهاش مية. هنعير بقى كمية اللبن بتاعتنا اهي، وبرضو مقدار السكر زي برضو اللي هو معلقة للمظبوط ونص للي على الريحة ومعلقتين للزيادة. في انواع كتيرة بقى، كراميل دي بتبقى زيادة قوي عن الزيادة، وفي حاجة اسمها مانوب دي بتبقى أعلى ما بين المظبوط والزيادة. هحط اهو معلقة سكر. البن بقى مقداره بيختلف، مش زي القهوة العادية، مش بحط بقى معلقة ونص، بحط معلقة واحدة بس. اكتر من كده يعني ما بتديش طعم المظبوط، ويعني بتمرر كده متبقاش لطيفة يعني. هو بس كده، وهتشوفوا في الاخر مقدار البن مناسب في الكوباية ولونها مناسب ولا لا. بس هقلب بقى كويس واخدها على النار، بديها تقليبة قبل ما تقلب في الاخر واصبها. دول هعملهم بقى سريعا كده معاكم، عشان بس انا كنت بجرب الكنكة الفخار معاكم. وهنعمل القهوة على روقان دلوقتي، وهنشوف بالتفصيل ازاي نسويها. ادي خلصت القهوة اللي باللبن اهي، وبنصبها. شايفين الوش بتاعها تقيل ومظبوط ازاي، لان سويناها على نار هادية. تعالوا نشوف الكنكة الفخار بقى.
اهي بدأت تقلب زي ما قلت لكم. الحرف ده بيخلي لو نسيتوها بس في ثواني هتنزل على البوتاجاز عاملة زي الأبريق كده. انا جربتها هي لطيفة مش وحشة كتغيير، بس انا ما حسيتش بأي طعم زي ما بيتقال خالص، اختلاف في الطعم ولا اي حاجة. هي بس بتطول على النار شوية فالبن بيستوي ايه في وقت اقل. دي بقى القهوة اللي بنعملها في الكنكة العادية خالص، ودي المفضلة بالنسبة لي بصراحة. القهوة بقى بنديها تقليبة كده، بنحطها على نار هادية خالص. انا مرضيتش اقص حاجة عشان نعمل فنجان القهوة بالظبط، انا مشلتش منه حاجة للي مش عارف يعني يعملها. بتتحط على نار هادية، واول ما بحطها بديها تقليبة كده. اول ما تبدأ تقلب من الجناب كده بقوم مقلبها تاني، هي بتتقلب مرتين بس كده قبل ما اصبها. لازم كده اولا عشان البن يستوي وما يرقدش تحت ويشرق كده، لازم عشان يستوي كويس. كل ده بيتم على نار هادية جدا، شوفوا انتم مش شايفين حتى الشعلة بتاعت النار اهو. اول ما تبدأ تقلب ببعدها عن النار كده ثواني وارجع احطها تاني. وهقلبها اهي، دي اخر تقليبة اهو قبل ما اصبها وخلاص اهي هتبدأ تقلب، هصبها دلوقتي. طبعا ما تفرش القهوة عشان الوش ما يروحش. اهو خلاص اهي هتعلى كده تمام، هنروح نصبها بقى. شايفين بقى نازلة مظبوطة ولا خفيفة ولا تقيلة، وشايفين الوش بتاعها تقيل ومظبوط ازاي. فنجان قهوة مظبوط جدا، هيعجبكم قوي ان شاء الله. جربوا القهوة كده، ولو حابين نزود بيبقى من الجنب كده عشان الوش ما يروحش. جربوها كده بإذن الله هتعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة. البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جراح.